السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم بالخير وسرور المتابعين الغاليين. عندنا اليوم مازدا 2018 مازدا 3، صار عليها تحديث وفيس ليفت جديد، يعني تغيرات بسيطة تقريبا اللي هو الشبك والأنوار، وبنداخل وبوريكم الحين وش الأشياء اللي صارت. طبعا هذه ستاندر 4 سلندر، حجم الماكينة 1.6، الجير أوتوماتيك بأربع سرعات، والنظام الدفع طبعا أمامي، وقوة الأحصنة 105. بوريكم الحين من داخل السيارة. هذه الأنوار طبعا أنوار عادية مو زنون، وبدون حساسات قدام، طيس طبعا. وهذا السعر، سعرها 51، وبحط لكم سعر الفل ولا النصف فل بعد. هذا شكل الموتر مع الجنب، مقابض بنفس لون السيارة. هذا شكله من ورا. طبعا التغيرات اللي صارت اللي قلنا لكم، الشبك والنور والشكل الطارة من جوا، الباقي كلها نفس اللي قبل. اسطباتها طبعا عادية، ما في حساسات، وبشغل لكم النور الحين تشوفونه. وهذه صرفية الوقود ما شاء الله، يمشي كل لتر 16 كيلو 300 متر، ممتاز يعتبر. وهذه السيارة من داخل، اللي غيروه من داخل بس الدركسون. عندنا هنا اللي هو زرار التحكم بالنوافذ وأوتو للسواق بس، وهذا اللي هو زر حق اللي هو حق النوافذ تسكره. وعندك هنا الزر فاصل مانع انزلاق وحساس ضغط على الكفرات. وبركب الحين اوريكم من داخل. الماء الدركسون هو اللي تغير بس، وصار فيها عداد الضغط الار بي ام. الدركسون صار نفس قريب او نفس دركسون حق المازدا 6. هذه ستاندر، خلي اركب وخليكم تشوفون المكان. فيها زرار تحكم اللي هو بس الشاشة الصغيرة، هذه مو شاشة، رادو اف ام. وهذا مثبت السرعة، وهذا الدركسون اللي قلناكم تغير. نشغلها، هذا المفتاح ستارت، نقول بسم الله. هذا عداد الضغط اللي صار فيها الحين. وعندك اللي هو هذا الرادو وفتحات التكييف، وعندك هنا فرار حق المكيف، وهنا في سيدي مدخل سيدي. هذا مدخل سيدي، لحظة أنا أشوف بوكس مدخل سيدي. وعندك يا طول العمر اللي هو مساحة التخزين هنا، والتخشيب جاي على شكل كاربون، والجير أربع نمر توبو ترانيك. هذه الأشياء اللي فيها، ما في شيء واضح يعني. هذا الديكور من هنا جاي شكل فضي، درج وحامل أكواب عندك هنا، والتكاية، وفيه مخرجين 12 فولت، وفيه مخرج يو اس بي. بس هذا هو ستاندر. بوريكم وشوف، طبعا الحين ما هي موجودة الفل عندهم، بس اول ما تجي صورها بوريكم الحين. اللي ورا هذه المرتبة اللي ورا، والله تقول يعني اذا رجعت المرتبة تصير ضيقة شوي، لكن اذا ما رجعت هذيك المرتبة تصير حليلة، وما في تكاية بالنص، وبدون مخارج مكيف. هذه من الخلف، هذا السقف لونه رمادي، اسطبات طبعا عادية مو LED، معليش على صوت المكيف. بوريكم الشنطة الحين، هذه الشنطة.
الله يجي منه. واسع الشنطة ما شاء الله. هذا سبير وغراض الموتى. بوريكم الماكينة. طبعا الرباقات اثنين بس الأمامية. رباقين. وهذه الماكينة 1600 بقوة 105 حصان. شوفوا الفراغ كبير بينه وبين الماكينة من هنا. وهذا النور، النور عادي طبعا. عالي والواطي كله نور عادي. هذه الأشياء اللي تغيرت، الشبك وقصة النور. وسلامتكم في أمان الله وبحفظ الكريم.